في معرض الفرس، سلوى فتاة صغيرة تحب الخيل وتتمنى أن تصبح يوما من كبار الفرسان في بلدتها. وفي المساء، وبعدما أنجزت واجبتها المدرسية، أخذت ورقة وقلما لترسم فرسان يركبون خيولا. وبعدما بدأت في الرسم حتى غلبها النوم، فأسندت خدها على مكتبها فاستسلمت لنوم عميق. فإذا بها تتجول في معرض الفرس مع رفيقاتها. هذا إسطبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها، وهذا جناح تعرض فيه البرانس والجلالب الزاهية والبلغات والجزمات المطرزة، وهذا جناح السروج المذهبة التي يتبنى في صنعها حرفيون مهارة. وبينما كانت سلوى تتجول في أروقة المعرض، سمعت دوي البارود فخافت فهرعت هاربة. فاحتضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها، فقال لها: الفارسة لا تخاف دوي البارود بنيتي، هيا لنستمتع بعروض التبوريدة. ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان وهم يحملون البنادق ويطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة، سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها. هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق، فقالت: إنه حلم ممتع ومفيد. أمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها.